لما تكون ما عندكش سقف أو بيت تعيش فيه أكيد إحساس صعب جدا. تخيلوا بقى فرحة أسر بسيطة بيتهم تكاد تكون مهدومة لما تروح لهم لحد عندهم عشان تفرحهم بالعيد وتقوم بذبح الأضحية، فينسوا كل الهموم اللي عندهم ويفرحوا بس بفرحة العيد عليهم ودخول اللحمة بيتهم، وإن أنت تدخل الفرحة على أطفالهم الصغيرين وعلى أسرتهم كلها بحاجات بسيطة جداً إحنا بنبقى شيء مش حاسين بيها أو مش شايفينها، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى هيكون أجرها وثوابها كبير قوي قوي قوي. تعالوا نشوف جمعية البر والتقوى ممكن تكون محضرة إيه وهتعمل إيه عشان تفرح أسر كتيرة جدا خاصة في الصعيد. دكتور محمد العربي منورنا النهاردة، عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، منورني يا دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. أهلا بيك. وإحنا بنتكلم النهاردة يمكن بالتحديد عن الأسر اللي ممكن تكون موجودة في الصعيد والبيوت الكتير جدا اللي لا في سقف ولا في حيطان ولا في بيبان ولا في أي حاجة تسترهم، وكمان أكيد طبعا اللي يبقى عايش العيشة دي أكيد ما بيبقاش عنده الأكل الكافي والغذاء الكافي اللي يكفيه ويكفي أسرته. قولنا الأول بتوصلوا للناس دي إزاي، وإحنا نقدر نوصل لهم من خلالكم إزاي ونعمل معهم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من ولاه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعني حقيقة الواقع الملموس اللي شفناه يعني من خلال جمعية البر والتقوى يعني واقع مأساوي في أغلب محافظات صعيد مصر. يعني وهي رسالة أوجهها للفضلاء الكرماء من أهل الصعيد خاصة. بيتواصل معنا أناس كثر يعني من الصعيد من أهل الخير من أهل الفضل، لكن احنا عاوزين مزيد من التواصل، عاوزين مزيد من التواجد في الصعيد لحل هذه المشكلات القائمة خاصة ما يتعلق بمسألة البيوت. بيوت مهدمة، بيوت محتاجة سقف، بيوت محتاجة إمكانيات أساسية للمعيشة. إزاي الناس دي يعني تستطيع أن تبقي على حياتها، إزاي تشعر بحياة كريمة. جمعية البر والتقوى يعني من خلال تفعيل حملة حياة كريمة في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد لن تستطيع بمفردها أن تواجه كل هذه الحالات التي نصل إليها من خلال البحث الميداني، في بحث ميداني تقوم به الجمعية، أو من خلال استقبال الاتصالات. بعض الناس بيتصلوا بينا أن هو عايش عنده مشكلة البيت بتاعه خلاص هيقع عليه، السقف هيقع عليه، فبالتالي بنروح نبعت ناس بتشوف الواقع المأساوي. يعني حاجة محزنة جدا طبعا. إزاي الناس بتشعر بالأمن بالأمان؟ البيت عماد أساسي للأمن والأمان. المشاهد اللي احنا شايفينها قدامنا، المشاهد اللي احنا شايفينها قدامنا، والشنطة دي يبقى معنى كده في معاهم أولاد في المدارس. طيب الابن اللي في المدرسة ده هيذاكر إزاي؟ هيحس إزاي يعني بجو آمن أو جو ده ما فيش مرتبة يا جماعة على فكرة، ده حاجة اهي الأرضية نفسها. يعني تخيلوا بقى دي البني آدم لما ينام عليها يقوم عامل إزاي عشان يعرف يتحرك ويروح. لا أنا مش هقول هينام عليها، أنا أقول هيمشي إزاي في أرضية البيت ده. هل يستطيع الإنسان أن يشعر بآدمية أو بحياة كريمة في مكان مثل هذا المكان، فيه ناس عايشة في المكان ده؟ من واجبنا إحنا كمشاهدين ومشاهدات نذكر الله في النعمة اللي هو أعطانا إياها طبعًا سبحانه طبعًا وتعالى، إن إحنا نتواصل مع حالة من الحالات دي من خلال دور الجمعية المؤسسي والمحوري. الثقافة اللي بتنشرها الجمعية لتفعيل الحياة الكريمة، ثواب يبقى لك بعد مماتك، العمل الصالح، العمل الطيب، الصدقة الجارية. الحياة بسيطة جدا، شايفين قدامنا يعني ما فيش إمكانيات أساسية في البيت، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي مقومات آدمية بتخلي الإنسان يشعر بحياته. يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه تنسب إليه عبارة: لو كان الفقر رجلا لقتلته. للمأساة اللي يعني بيعيشها الفقير والمأساة اللي بيعاني منها. لما الجمعية مدام لسه في فقراء بالشكل ده يا دكتور محمد يبقى أكيد في ناس كتير جدا لا بتطلع زكاة ولا بتطلع صدقة، وفي ناس أغنياء. ولذلك أنا بناشد أهلي في الصعيد إن هم يولوا هذه الحالات عناية كبيرة. إحنا عندنا ناس أهل فضل يعني كتير طبعا، وناس أهل خير، بس يعني مزيد من الاهتمام بهذه الحالات، مزيد من العطاء. يا إخوانا ليه يعني كل محافظة وجوه المحافظة دي يبصوا على الحالات دي؟ والله هو العمل الباقي لك.
يعني انت ما تعملش سمعه لنفسك سمعه زائفه وسمعه لا طائل منها وتنسى ما بعد الموت، اعمل لما بعد الموت. ويعني اجعل لك ذكرا حسنا خالدا في حياتك من خلال صدقه تطلعها، من خلال زكاه توجهها لمكان زي اللي احنا شايفينه، مكان مأساوي بكل المقاييس، لا يليق بالانسانيه على الاطلاق. يعني انت لو هتصنف المكان ده لا يليق بالإنسانية على الإطلاق. فبالتالي الجمعية بتحاول أنها تخفف عن معاناة الناس، تخفف عن معاناة المحتاجين، وأطلقت حملة حياة كريمة. ما فيش سقف، ما فيش آدمية على الإطلاق، ما في يعني ما فيش البوتاجاز. طب دول عندهم بوتاجاز، أنا شفت ناس تانيين ما عندهمش أي حاجة خالص. يا يعني حضرتك كمان يعني تحكينا عن الواقع اللي شفتيه. يعني طبعا لا، واقع يعني واقع صعب جدا جدا جدا. يعني احنا الناس زي ما حضرتك بتقول كده، ناس بتبعت لكم وبتقول لكم تعالوا وشوفوا. احنا كنا بنبقى ماشيين في القريه في الاقصر ونلاقي ناس، في واحده قالت لي تعالي شوفي بيتي وقع. فدخلنا هي مش ما فيش بيت اساسا، يعني اللي هي بتقول عليه بيت وقع هو ما فيش بيت من اساسه. ده هي يعني حاجات كده متركبه جنب بعضها كلها واقعه فوق بعضها، ما فيش سقف. والله أنا كمان يعني برضو اسمحي لي أن أنا هنقل صوت حالة كلمتني أنا ما أعرفهاش، كلمتني تحديدا من الأقصر. الحالة دي يعني مطلقة وعندها 3 أولاد وملهاش دخل على الإطلاق، ما فيش حد بيساعدها، حد بيتوجه إليها، أخواتها ما بيبصوش عليها، ما حدش من الناس يعني في قلبه رحمة أو في قلبه يعني شفقة وإحسان يبص على الست دي اللي ملهاش أي مصدر دخل على الإطلاق. يعني هي مطلقة معها 3 أولاد، ما بتشتغلش، فين الرحمة؟ فين الترحم؟ فين الإحسان؟ تقول لها طب أنت بتاكلي منين؟ طب ما عندكيش مصدر دخل، فما فيش مصدر دخل. طب بتاكلي وتشربي منين؟ تقول لك ربنا موجود سبحانه وتعالى. بس احنا هنسأل عن التقصير ده؟ طبعا هنسأل عن التقصير ده طبعًا. يعني زاد الطين بلة. أنا كنت طلبت منها بعض الأوراق، فجه الموظف اللي عندهم في البلد اللي هو المفروض يعرفها ويعرف حالتها رفض ان يديها اي اوراق خاصه بحالتها. ليه؟ فرفض يدي، قالت لي رفض يديني الموظف اي اوراق تتعلق بالحاله دي. فانا وقفت عاجز يعني حقيقه ضد يعني حيال المساعده، ان انا اولا الحاله ما اعرفهاش، ما اعرفش ساكنه فين. بعتت لي هي صور شهادات الميلاد بتاعت اولادها وصوره قسيمه الطلاق، لكن انا محتاج بعض الاوراق المكمله عشان على الاقل خالص نعمل لها يعني دخل ثابت، نحاول نعمل لها مشروع. ودي حاله انا بناشد بيها المشاهدين والمشاهدات وايضا المسؤولين في المكان نفسه ان هم يبصوا على حاله ككثير من الحالات، مش هي الحاله الوحيده، عندنا الاف الحالات زي الحاله دي. احنا لو قصرنا ولو عجزنا عن مساعده هذه الحاله يبقى احنا عندنا 3 أطفال مصيرهم إلى الشارع. صح. 3 أطفال ممكن يكونوا فيما بعد يعني سبب في مأساة محافظة بأكملها، لكن احنا عاوزين نشعرهم بالأدمية ونشعرهم بالإنسانية. والجمعية كمان عملت يعني لفتة جميلة إنها هي بإذن الله هتعمل الأضاحي عند الأسر أصحاب البيوت المهدمة. ليه بقى اللفتة الإنسانية والأدمية دي؟ عشان تدخل السعادة زي إنه زيهم زي غيرهم، مش يعني مش أقل من غيرهم طبعا. واللفتة الإنسانية المعنوية دي عاوزين المشاهدين والمشاهدات يتواصلوا معنا فيها، ازاي ان احنا نبقي على هذه الحياة الإنسانية، ازاي تاخد دعوة عن ظهر غيب من ناس ما يعرفوكش وناس ما شافوكش إلا مرة واحدة، لكن هيدعو لك دعاء قد يكون سبب في شفاء، وقد يكون سبب في إزالة هم أو غم، وقد يكون سبب في إنجاح ابن أو ابنة، وقد يكون سبب في تفريج هم أو كرب. أنا عايزة أقول كمان للسادة المشاهدين، ده بقى إحساس أنا عشته بجد. كلنا بيمر علينا فترات متضايقين، زهقانين، شايلين هموم، حاسين إنه مخنوقين من الدنيا ومن اللي فيها. والله العمل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، سواء كانت الأضحية أو الصدقة، هي جايزة من عند ربنا سبحانه وتعالى ومنحة من عند ربنا سبحانه وتعالى علشان خاطر يشيل الهم والغم والزعل والحزن من قلبك ومن بيتك ومن ولادك والضيق اللي ممكن يحصل لأي شخص فينا. اللحظة اللي انت هتحس ان انت ساعدت حد فيها، شاركت في مساعدة حد، شاركت في انك تفرج عن حد هم وغم وضيقه جامده جدا في بيته، انه يبقى مهموم مش عارف ياكل ولاده منين، مش عارف يلبس ولاده ازاي، مش عارف يجيب ميه منين اللي هي ابسط الحاجات واقلها، ان انت تبقى ساعدت وانت ماشي من عنده او انت ماشي من الجمعيه وبتتبرع لاسر معينه
وانت مروح كده وتبقى مطمن من جواك انه الاسره دي النهارده مش هتاكل مش هتاكل جبنه قديمه بقها وجعها من كتر ما هي بتاكلها، لا دي هتاكل لحمه زيها زي اي حد، دي هتاكل فراخ زيها زي اي حد. ده كمان الاعظم هتحس ان في حد بيسال عليها. طبعا ده الافضل من ده كله لما يحس ان في حد بيسال عليه. المعنويات قد تفوق الماديات. صح. جابر الخواطر زي ما احنا قلنا من قبل عباده من افضل العبادات على الاطلاق، والله اي صدقه بيقوم بها الانسان بنيه خالصه بتسعده. يعني ثق ان الله سبحانه وتعالى الذي وعد فهو يعني يوفي بعهده ويوفي بوعده لكل متصدق ولكل منفق ولكل محسن، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: وأنزل نفسه منزلة المحتاج، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يعني ما تفرحش بالمال اللي انت ممسك عليه، هتسأل عنه كله؟ لا، ده ممكن يجيله في لحظة مرض ياخد اللي وراه واللي قدامه، وقد يفنى كل المال. طبعا. فلما لا تستثمر المال مع الله في تجارة رابحة لا تبور مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لأنه هيجي عليك يوم كما هي سنة الله في خلقه وفي أرضه، لحظة الموت لا يتمنى الإنسان إلا أمنية واحدة. مش هيتمنى أنه هو يشوف أب أو أم أو زوجة أو زوجة، لأن كل ده هيتخلى عنه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. صحيح. طب الأمنية الوحيدة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صحيح. مش عاوز إلا الصدقة. أنت في حياتك، في صحتك، في مالك، في نعيمك، مع أولادك، يبقى عليك من الصدقة، وأن تكثر من الصدقة، والجمعية بتفتح لك أبواب كثيرة ما بين البيوت المهدمة، ما بين الأضاحي، ما بين سقيا المياه اللي هي أعظم ثواب على الإطلاق. وزي ما قلت من قبل، للجمعية فضل في انتشار ثقافة سقيا المياه على مستوى محافظات مصر. صحيح. أكثر من يعني 3000 بير قامت بها الجمعية، وعمل محمود للجمعية، وحقيقة بيتواصل الناس معانا لأنهم حاسين بمعاناة المياه وحاسين بقيمة المياه في حياة الناس، لأن الإنسان لا غنى له عن المياه بحال من الأحوال. من أجل ذلك تعظم ثواب، يعظم ثواب وتعظم صدقة سقيا المياه. طيب الأضحية أو صك الأضحية بيتراوح الأسعار ما بين إيه وإيه؟ صك الأضحية بيبدأ من 3300 جنيه إلى 4000 جنيه على حسب اللي هو ثمن الأضحية، لأنه ثمن الأضحية بيتراوح ما بين 27 ل 32 ألف جنيه. وزي ما احنا قلنا أنه هو طبعا العجل بيشترك فيه 7 وبيقسم إلى أسباع، يقسم إلى أسباع. والأضحية فضلها عظيم، ولذلك يعني وجدنا من هدي ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين، واحدا عن نفسه وآل بيته وواحدا عمن لم يضحي من أمته. دي توسيعة على الناس. صحيح. ده شكر للمنعم. صحيح. دي طاعة، ده تمثل لطاعة الخليل إبراهيم عليه السلام، أيضا زيادة في النعمة. المولى سبحانه وتعالى كلما شكرته بالصدقة والإنفاق فإنه يزيد في عطائه لك ويزيد في بركة مالك، لأن الصدقة من عظمها أنها تزيد. والله العظيم أقسم بالله صدقة. يعني أن الإنفاق يفتح للإنسان أبواب لا يتخيل أنها تفتح. طبعا طبعا. يعني الإنسان في ناس فقراء وما معهمش وعاشتهم على قدها قوي، وتلاقيهم بياخدوا من القليل قوي ده ويتصدقوا. يعني طب الغني بقى اللي انت معاك فلوس وعمال تخرج وتسافر وتروح وتيجي وتجيب لبس العيد لاولادك، وبدل الطقم 20 و10 الاطفال اللي موجودين هنا حتى اللي احنا شايفينهم، احنا في نفس اليوم وزعنا لبس العيد. ما عشان كده احنا عاوزين كمان لبس العيد، مش عاوزين ننساه. ان الجمعيه كمان بتهتم بموضوع ملابس العيد، فيه ملابس كتير احنا مش محتاجينها، اولادنا لبسوها ضاقت عليهم مش محتاجينها، فبالتالي يعني اتصل بالجمعيه، تواصل بالجمعيه، وهتروح لناس محتاجها، هتروح لاطفال لما يشوفوها هيحسوا بالعيد وهيحسوا ببهجه العيد. ايضا شنطه العيد اللي هي بتعملها جمعيه البر والتقوى ب 250 جنيه الشنطه الواحده، ومحتوياتها 2 كيلو لحمه، 2 كيلو رز، وزيت، وصلصه. ساهم بقدر استطاعتك، وعلم ابنك ان هو يساهم. ثق ان ابنك يعني عندما يكون شابا، عندما يكون رجلا، هيفتكر الايام دي واللحظات دي اللي كنت انت
كأب وكقدوة وكمعلم له، بتقول له ادي الفقير، ادي المحتاج، ساهم بمبلغ بسيط من الحصالة بتاعتك، هو هيتعلم ويعلم أبنائه ويكون لك أنت ثواب التعليم وثواب الصدقة وثواب الإنفاق. الحياة مش كلها ماديات طبعا. الحياة مش كلها يعني أنا لابس بكام وعايش فين وبأكل إيه وبشرب إيه، الحياة تواصل مع المحتاجين وتواصل مع الآخرين، لأن الله هو الذي قال وفي أموالهم حق معلوم، ده حق عليك للسائل والمحروم، يجب عليك أن تبادر به لأنك ستسأل عند تقصيرك في هذا الحق المعلوم. صحيح صحيح. ناس كتير جدا يا دكتور بتسأل عن الأبار وإزاي تقدر تشارك في 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 بير مية لمنطقة ممكن تكون محتاجة. احنا يعني قلنا انه بنقسم الآبار وبنقسم كل ما يتعلق بسقيا المياه. اولا طرمبة المية بتبدأ من 5000 جنيه، بير المية اللي هو خزان واحد ب 12000، وبير المية ثلاث خزانات زي ما احنا شايفين ب 36000. الآبار بتكون في المناطق الأشد احتياجا للمياه. دي أكتر بتبقى في الصعيد وفي سيناء. في الصعيد وفي سيناء وأطراف سيناء والإسماعيلية. بتكون في المناطق اللي هي محتاجة المية دي. لأن احنا بنشوف البيئة المحيطة بيئة فقيرة جدا. في أشد الاحتياج للمياه، في أشد الاحتياج لقاطرة المياه. أعماق الآبار دي بتتراوح ما بين 25 إلى 50 متر، ومياه طبعا صالحة للاستهلاك الآدمي، ولك ثواب كل من يشرب فيها طبعا. من هذه الماء إنسان أو حيوان أو نبات أو ما إلى ذلك، لأنه مخلوق. أنا لو جبت زرعة في البيت بتاعي وسبتها لغاية لما تموت أنا أسأل عنها يوم القيامة. طبعا طبعا. الحيوان لو شفته بيموت من العطش وعندي استعداد واستطاعة إن أنا أديله مية ما أديلوش مية أسأل عنه يوم القيامة. طبعا. ده الحديث يعني أن بغيا دخلت الجنة من أجل أنها سقت كلبا، مش بني آدم. فالحفاظ على حياة المخلوق خاصة بالمياه له ثواب عظيم عند المولى سبحانه وتعالى. بالتبع يا دكتور محمد لو حصل أي مشكلة في البير، أي عطل حصل فيه، بتبقوا متابعين بعد كده ولا خلاص؟ لا، احنا بنتابع البير بعد الإنشاء، ولو في أي مشكلة وحد اتصل بينا بنتواصل، بنحاول ان احنا نحل المشاكل دي. أي إنسان بيساهم معانا في بير أو اتنين أو تلاتة وبيقول ان انا عاوز اشوف المكان ده بنوديه للمكان ده. لو ما عندوش استطاعه ان هو يجي للمكان بنصور مشهد للمكان ده، بنصور فيديو ونبعته له على الواتساب عشان يبقى شايف ايه يشوف الحاجه بتاعته. عاوز يكتب اسمه بنكتب له اسمه من قبيل الحث والتشجيع والسعاده كمان. يعني انا لما اشوف عمل مكتوب عليه اسمي وصدقه جاريه، انا قاعد في بيتي وفي حسنات، عداد حسنات شغال، وده ثواب لا يعني ينقطع. اجر وثواب ونعم كبيره جدا من عند ربنا. عايزين نستغل الايام الجميله اللي احنا بنبقى عايشينها، اللي ربنا كده بيدينا فيها فرص عظيمه. نعم. اننا نقرب له اكتر. دكتور محمد نورتني، بشكر حضرتك جدا واشوفك على خير ان شاء الله. شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات. بشكرك جدا. خلونا من النهارده نبدا مع بعض قبل عيد الاضحى المبارك اننا نتسابق في اعمال الخير عشان نقدر نوصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى علينا، وإن شاء الله بكرة يكون أحلى.